دونالد ترامب يخرج من السباق الرئاسي، الحزب الجمهوري مصدوم بالكثير. حسناً يا رفاق، إنها سوق فضة والمضاربون يخسرون. ضاع التداول على 5000 برميلاً، الدولار الأسترالي ضاع نصف مليون ثلاثون ثاني، ناسداك تطلب 100,000. حان وقت الأموال. يمكنك تكريس حياتك بالكامل لدراسة سوق الأسهم، أو يمكنك تقليد ما يفعله شخص آخر درسها بالفعل. في الأموال! في الأموال! كوبي أب، شاهد، تداول، انسخ.